السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار منتخبنا الوطني والكرة العراقية. يلا خليكم وياي. مصادر تفيد بأن المدرب العالمي خوزيه مورياس وافق على شرط الإقامة في العاصمة بغداد، معتبرا أن السكن في العاصمة والتواجد بالقرب من مركز قيادة الكرة العراقي عامل ضروري ومهم لغرض نجاح مهمته، مشيرا إلى أن متابعة الدوري العراقي والإشراف على مناهج تطوير الكرة العراقية بمعية أعضاء الاتحاد العراقي ضرورة قصوى لضمان نجاحه مع المنتخب الوطني. هذا ويسعى المدرب البرتغالي لصناعة تاريخ جديد للكرة العراقية مبني أساس العمل الجاد والاحترافية العالية. نتمنى عاد يكون فضوها واختاروه كمدرب لمنتخبنا الوطني. أما بخصوص منتخبنا الأولمبي الذي سيخوض أولى مبارياته أمام منتخب الأردن يوم غد في تمام الساعة 8 مساء، حيث صرح المدير الفني لمنتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقد هذا اليوم قائلا: قبل خوض مباراة منتخبنا أمام الأردن فإن الأجواء جميلة في أوزبكستان وملعب المباراة رائع، ونأمل أن نحقق في خطوتنا الأولى أمام الأردن نتيجة إيجابية تعزز مسارنا في البطولة. وأضاف: التأهل لنهائيات آسيا كان صعبا، لذا في جميع المنتخبات المتأهلة تعمل على المنافسة للذهاب إلى أبعد نقطة في المنافسات، وهذا طموحنا كحال جميع المنتخبات. وأشار ساكو بأن جميع المنتخبات المجموعة الموجودة قوية، لذا سيكون الضغط علينا مسلط على جميع لاعبينا لتحقيق نتائج إيجابية. وأضاف: لدينا معلومات كافية عن المنتخب الأردني من خلال متابعة مبارياتهم في بطولة دبي، إضافة إلى باقي مبارياتهم الودية. واختتم ساكو بحديثه بالقول أنه على تم الاستعدادات للنهائيات الآسيوية عبر تجمع في العاصمة بغداد، حيث أجرينا خلال مبارتين في الإطار الودي أمام إيران استفدنا منها كثيرا ولاعبينا بأتم الاستعداد لمواجهة الغد. في حين صرح مهاجم منتخبنا الأولمبي وقاع رمضان قائلا: أقمنا معسكرا داخليا خضنا خلاله مبارتين على صعيد الودي أمام منتخب إيران الأولمبي، ونتطلع لأولى اللقاءات أمام منتخب الأردن الشقيق. وأضاف: نعمل روح الفريق الواحد أبرز ما يميز لاعبينا، والتي ستنعكس بلا شك على أرضية الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية في أول المباريات. وأضاف رمضان وقع لنا مواجهة منتخب الأردن ستكون غاية في الأهمية، كونها تعد نقطة الانطلاق والمنافسات والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة آسيا إن شاء الله. هذا اختتم وقع رمضان حديثه بالقول أن المنتخب الأولمبي يمتلك الآن لاعبين على مستوى عالي يمثلون فرق الدوري العراقي، إضافة إلى لاعبين المحترفين في أندية أوروبية. هذا الأمر سيمنحنا الدافع لإعطاء المزيد والفوز في المباراة القادمة إن شاء الله وتحقيق الأفضل. هذا قد أقيم اليوم الثلاثاء المؤتمر الفني مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الأردني الشقيق، المباراة التي ستقام غدا في الساعة 8 مساء ضمن نهايات أمم آسيا دول 23 عام. وقد حضر المؤتمر المدير الإداري منتخبنا الأولمبي الكابتن مهدي كريم وطبيب المنتخب بدران عبد الكريم. وسيخوض منتخبنا الأولمبي المباراة بالقمصان الخضراء فيما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسفل كامل، بينما يرتدي المنتخب الأردني القمصان البيضاء ويرتدي حارس مرمى الزي الأسود الكامل. تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الأولمبي في مباراة الغد. في حين صرح لاعبنا المحترف في نادي كوينز باك رينجرز الإنجليزي ألكسندر أورا قائلا: دائما ما تكون المباراة الأولى مهمة في كل بطولة، ننتظر دعم الجماهير العراقية لنا لنتمكن فوز على المنتخب الأردني إن شاء الله، وإحنا بظهرك يا ألكسندر. هذا ستقوم قناة بين سبورت بنقل مباريات منتخبنا الأولمبي، واعتبارا يوم غدا التي سنواجه فيها منتخب الأردن في تمام الساعة 8 مساء. المباراة منقولة على قناة باقة بين سبورت، والتي تستنقل باقي مباريات المجموعة والبطولة. فيما صرح المدرب الأردني أحمد هايل في المؤتمر الصحفي الذي عقد هذا اليوم، حيث قال: وصلنا إلى الجاهزية اللازمة بعد معسكر قطر، تركيزنا حاليا لينصب على مباراتنا أمام العراق لأن مفتاح التأهل يعني نفس الشيء. حظوظ مفروض العراق متساوية، وحسم الفوز سيكون من خلال تركيز وقرات المباراة.
جميع اللاعبين جاهزين مباراة الغد ولا نعاني من أي غيابات، ولدينا جيل من اللاعبين قادر على تمثيل مشرف للأردن.